الوطن منحازون للحقيقة. دعواتكم لنا بشفاء ابننا مصعب، هكذا استقبلتنا عائلة الشاب مصعب سلهب من مدينة نابلس، وذلك بعد دخول ابنها في غيبوبة نتيجة خطأ طبي أثناء إجراء عملية منظار للمعدة في مشفى النجاح كما تروي لنا العائلة. مصعب راح يعمل عملية منظار، عملية بسيطة سهلة يعني، أنا بقوله أخذ سنتين ثلاثة عملتها بدون بنش، يعني مش هالعملية بتحتاج يعني. طلع على هذا أنا شفتهم حتى ما قالوش بدنا نعمل إيش، ولا حاكوا ولا أبوه كمان راح ركب السيارة هو وأخته وأمه، وطلعوا هو سائق السيارة وطلع على هذا. دخل العملية كنا الساعة 9:30 بعملية المنظار، وعملية المنظار هاي ما بتستغرق أكثر من ربع ساعة أو 10 دقائق، استغرقت 1:30. إيش هالمدة هاي الزمنية اللي استغرقتها عملية منظار معدة 1:30؟ خرج من العملية فاقد الوعي غير صاحي، من 9:30 للعشرة كنا للوحدة وهو يترنح يضرب رأسه يضرب الهادي يضرب جسمه يرج ينطفد. قال لهم أمي يا أخته تعالوا يا جماعة الخير، شوف شو ماله الصبش، قال وين بسيط هذا سقعان بردان للوحدة وين، لا انتبهوا حتى إجوا الدكاترة وشافوا وضعه الصح السيء والمتدهور. وهون صارت المشكلة عندنا، لا جامعة يعني لا دكاترة ولا مدير جامعة ولا حدا قدر يفيدنا في إشي. بعدها صارت الأقاويل اللي صارت في جامعة في مستشفى النجاح، إنه معاله الشاب صرع، إنه الشاب مكسور بالجمجمة سرطان. بعد التحقيقات مع الدكاترة وإحنا كنا نتبع، تفاجأنا إنه معطينا نوع مخدر ممنوع ينعطى، نوع مخدر ممنوع ينعطى لأنه بيأثر على الجهاز العصبي، بيأثر على كل الأجهزة. المشكلة إنه كان عدم تعاون معنا الطاقم الطبي كامل، إجا عنا بس إجوا قالوا لنا إنه دعواتكم الشاب دخل في غيبوبة وهذا مش غلطنا. بعد ما صارت العملية، بعد ما صار إجراء العملية ودخل الشاب في غيبوبة، إجا الطاقم الطبي والدكتور اسمه الدكتور قعد مع أخوه محمد وأخته الممرضة اللي كانت، اللي أقولها طب شوف اشرحي لي حالة وضع مصعب. أخته هلأ بناء على المعلومات اللي أخذوها من أخته نزلوا تقرير، طب أنت كمستشفى شاب فات يعمل عملية عندكم ما أخذتوا معلومات عنه ولا بس شاطرين إحنا بس المهم إن أدفع مصار وتعال نعمل عملية؟ العائلة التي لا تزال تعيش حالة من الصدمة نفت كل المعلومات التي جاءت في بيان صادر عن مشفى النجاح بأن ابنها مريض بالصرع أو يتعاطى المخدرات. تفاجأنا أنهم شكلين لجنة تحقيق ميناتهم بدون علمنا، وبنزلين بيان أنه إما أبلغونا، ما حدا بلغنا ولا حدا بلغنا أنه في لجنة تحقيق. البيان اللي طلع فيه بيان يعني أقول لك شغلة، مش بيان هذا، مش هيئة مستشفى، شو أعطيتونا أنتوا حل؟ مخزي 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 لمؤسسة عريقة زي هيك، لمستشفى كبير، مخزي يعني مخزي، عيب عليهم على هيك تقرير، على هيك بيان بنزلوه. كل بيانهم كذب وكذب ولا في أي شيء، ادعوا في بيانهم إنه بيشرب مخدرات، ما بدخلش أصلاً ابنك، خلوه غدية ما بدخل، ادعوا إنه في عنده صرع، بلاش، هو عمل عملية من 6 أشهر عمل الشيخ البلاتين ما بلاتين، لو عنده تأثير من هذا البنج كان ما صار معه هاي ولا، ولكن ما صار معه أي شيء، دخل المستشفى وخرج وقام مستاق والحمد لله ومشي كل شيء. هو بيشكي ضيق التنفس أثناء الأكل، فقال بدي أعمل عملية منظار معدة، يعني عملية بسيطة يعني. لكن العائلة التي لا يزال ابنها يرقد في مشفى هداسة عين كارم طالبت وزارة الصحة بتوفير تحويلة طبية لتغطية تكاليف العلاج الباهظة، وكذلك ناشدت الرئيس ورئيس الوزراء بوضع حد ومساءلة أي طبيب يرتكب خطأ طبيا. الوزارة للأسف الشديد الوزارة تحركت الصبح بعد الضجة الإعلامية اللي قاموا فيها آل سلهب وشباب شارع 15 وأصدقاء وأصحاب مصعب. للأسف صوتنا ما كان مسموع لحدا، وتوجهنا لوزير الصحة
وتوجهنا لأكثر من واحد إنه يا جماعة الخير إحنا بدنا تغطية. بقول لك تفاجأنا بالردود تبعتهم إنه الشاب دخل على الإجراء على حسابه. طب أنا بدي أسأل سؤال لوزير الصحة ولكل من بشتغل في الصحة، إنه شاب ولا بنته بتحولوا عملية منظار ب 600 شيكل لجامعة النجاح؟ مستحيل. دائما هاي العمليات انعمل شخصي، الزلمة فات على إجراء يعملها، هلأ دخل بغيبوبة. إحنا طلبنا بتحويلة طبية تغطية متكاليف هداسة. للعلم إحنا نقلناه على حسابنا الشخصي يوم الخميس نقلناه على حسابنا الشخصي، ومستشفى هداسة ما قبل يستقبله إلا عبين ما دفعنا 50,000 شيكل. وتفاجأنا أيضا إنه مستشفى النجاح باع التقرير لمستشفى هداسة عن وضع الشاب، إنه الوضع الشاب ما فيه إشي، إنه وضع سليم، وعلى هذا الأساس استقبلوا مستشفى هداسة. لما وصل الشاب كان منتي. سألنا الدكتور الدكاترة بقول لك إنه ادعوا له رب العباد، شلل دماغه عنده، هلا دماغه متالفة التهاب وفي غيبوبة، يعني موت سريري. أنا يعني بناشد رئيس الوزراء والرئيس أب مازن وزير الصحة، اليوم عندنا مصعب، بكرة عندنا ناس تانيين، امبارح كانت بنت الحزام، اللي قبلها كان خالد، كل يوم عندنا بصير هاي حالات، كل يوم بتصير هاي الحالات. لأمتى بده يجي واحد يوقف يقول آه في دكتور غلط؟ حرام، دم العالم مش ببلاش. وفي المقابل أجرينا في وطن اتصالا هاتفيا مع قسم العلاقات العامة في مستشفى النجاح لإجراء مقابلة حول الحادثة، لكن المشفى رفضت إجراء المقابلة مؤكدة أنها تكتفي في هذه المرحلة بالبيان الذي صدر عنها مؤخرا، في وقت شكلت وزارة الصحة لجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل ما جرى مع مصعب، مؤكدة أن نتائج اللجنة ستكون جاهزة خلال الأيام القليلة القادمة. من مدينة نابلس، فارس المالكي، تلفزيون وطن. وطن منحازون للحقيقة.